كارثة وشيكة تهدد المدن الساحلية المغربية، حيث حذر تقرير حالة المناخ في إفريقيا 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من ارتفاع منسوب مياه البحر الذي قد يتسبب في دمار غير مسبوق. طنجة، الدار البيضاء وأكادير، ثلاث مدن مغربية كبرى على حافة مواجهة مصير قاتم. السيناريو الأسوأ قد يكون أقرب مما نتوقع. شواطئ هذه المدن الساحلية قد تختفي تدريجياً تحت الماء، والأحياء السكنية، المناطق التجارية وحتى المعالم السياحية قد تغمر بالمياه في لحظات. هذا الارتفاع في مستوى البحر لا يحمل معه فقط خطر الفيضانات، بل أيضاً دماراً شاملاً للبنية التحتية الأساسية. طرق، جسور، فنادق ومنازل كلها قد تتحول إلى أنقاض تحت الأمواج العاتية. التأثير الاقتصادي سيكون مدمراً، فمع تآكل الشواطئ التي تعتبر شريان الحياة السياحية ستواجه المدن انهياراً في القطاع السياحي، مما سيؤدي إلى خسائر مالية هائلة. الآلاف من السكان مهددون بفقدان منازلهم وأرزاقهم، وقد يجبرون على النزوح، مما سيخلق أزمة إنسانية ضخمة لا يمكن السيطرة عليها. الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالموجات العاتية قد تغرق المدن بأكملها وتلتهم المناطق المنخفضة، تاركة وراءها الخراب والموت. حتى الآن لا توجد إجراءات كافية لحماية هذه المدن من الكارثة الوشيكة. هل سننتظر حتى يغمر الماء الشوارع وتختفي مدننا تحت البحر؟ الوقت يضيق بشكل مخيف، وبدون تدخلات عاجلة قد نشهد مشاهد مرعبة من الغرق والتدمير في قلب المغرب.